انا غيرت الاوضه ورايحه في حته، نملى الميه الاول. كان نفسي اصور لك وانا بنقل، بس انا للاسف يعني دي حاجه انا مش بستمتع بيها، وكمان كان عندي حاجات كتير قوي المفروض اخلصها، فملحقتش اصور علشان انا كنت مفروض اخرج النهارده. يعني زي ما انتم شايفين كده انا رايحه مكان هقول لكم عليه دلوقتي. فما كانش ينفع ان انا انقل في اليوم اللي هم عايزينه، ان هو كان النهارده، فقلت لهم ان انا انقل امبارح، فكانوا سامحين لي بس ان انا انقل بعد الساعة 8 بالليل. فكنت طول الليل حرفيا بنقل طول الليل لحد الساعة، انا خلصت الساعة 3 تقريبا بجد والله. انا رحت من الاوضة بتاعتي للاوضة التانية مش يعني مش اقل من 25 مرة مثلا، ده اذا يعني ده انا كده مش عادة والله. بس فانا دلوقتي بقى رايحة، يعني اقول لكم بقى انا رايحة فين. انا رايحة حاجة اسمها جلامبينج. جلامبينج دي بتجمع ما بين حاجتين، كامبينج وحاجة تانية انا لسه مش مكتشفها. انا اول مرة اسمع عن الحوار دوت لما جيت بس كوريا علشان اعرف ايه جلامبينج ده. بس المفروض ان هي اكسبيرينس زي الكامبينج لكن فانسي، فاهمين؟ اللي هو بقى ما بتبقاش في تنت حقيقية، او بتبقى في تنت، بتبقى في خيمة لكن مثلا كل حاجة متحضرة لكم والكلام ده. فاحنا هنروح نكتشف مع بعض. لسبب ما انا كنت صاحية سقعانة النهاردة فلبست الجاكيت ده، بس مش عارفة الجو، يعني هو الجو مش خالص، مش عارفة الدنيا هتمطر ولا ايه، ربنا يستر. هيبقى كامبينج رهيب وفيه والدنيا انا الكلام راح، هيبقى كامبينج رهيب والدنيا بتمطر بجد. يا جماعة انا كمان 3 ايام هعمل حاجة انا كنت مستنية ان انا اعملها بقالي كتير قوي بجد، و اسمه ايه ده، وهسيبها لكم مفاجأة بقى ان شاء الله. بصوا انا والمية مطقمين، قصدي عشان المية خضراء وانا لابسة اخضر برضه لو ما فهمتوهاش، يعني المفروض دي تبقى هنا كده. انا كنت نازلة والدنيا كانت ساقعة، دلوقتي الدنيا حر قوي بجد. المفروض ان احنا هنتقابل هناك، دي محطة سول شكلها جامد قوي. من هنا بناخد تيكت. تقريبا في ناس كمان بيقعدوا في دولت، انا مش عارفه لسه المكان اللي احنا نقعد فيه شكله عامل ازاي، بس انا هوريكم يعني. Oh, is it too tight? No, no, it's good. Thank you. My turn. Yeah. احنا رايحين دلوقتي كافيه الأول. واو. بصوا هو ده الديزاين بتاعها جامد قوي. هي المفروض ان احنا نعمل تشيك ان الساعة 3، فهي لسه ناقص حوالي 5 دقايق كده ولا حاجة، فاحنا نقعد برا لحد ما نعرف نعمل تشيك ان، نحط الحاجات ونروح على المطعم. ده مكان كامبينج بس زي ما انتم شايفين كده كامبينج ساش، بس في هوريكم الكيوبس الحلوه قوي، شكلها جامد قوي بس مش عارفه ايه اسعارها. المنظر جامد جدا بجد، بصوا المنظر اللي عليه الحاجات ديت، بس هم قالوا لي ان ده الاثنين بس. بصوا بجد، بس يعني تخيلوا ان دوت المنظر هيبقى جامد قوي بجد. انا كنت مكسله الصراحه اصور لكم من قريب، بس انا نزلت عشان اوريكم عشان الشمس جامده قوي، وانا كنت نايمه في الباص فما عنديش طاقه خالص. بس يا نهار ابيض، بص المنظر بجد واو. استنى عشان انا لازم اصور لكم بالكاميرا الثانيه، يعني عشان يبقى شكلها احلى. ثانيه واحده، بصوا الناس اللي عايشه هناك دي بجد انا بحقد عليها، بس مش متاكده لو هم عايشين يعني. واو. في كمان سويمنج بول، بس انا مش عارفه لو ينفع ننزل ولا لا.
في قطه. نقلع الجزمة الأول. نعم بندخل. استنى اعمل الوايد انجل. الديزاين كيوت قوي بجد. واو. اوه ام سوري ام سوري. واو احنا خبطنا في بعض بس. وهنا السرير وفي هنا قاعدة كيوت قوي. بس تخيلي ده بقى على منظر المية بجد كان هيبقى جامد قوي. بس هناك ممكن نشوف المية. انا نسيت اوريكم التويلت بس يعني الموضوع خانقة جدا الصراحة. بس صغيرة ازاي كيوت. This part is really cute. Wow. I'm always in love with kitchens and this is really cute. I wore specially pants because in Japan you said you can't wear this. What? Like in Japan. المفروض ان احنا هنتغرق في المية فانا لبست لبس تاني علشان اتغرق عادي. وحطيت سان سكرين علشان ما نتحرقش في الشمس. المفروض ان احنا رايحين كافيه الاول. اهم جايين. She said go first. So pretty. ده الكافيه وفي فري درينك غالبا ده بيجي مع البتاعة دي اللي هي يعني ان احنا قاعدين هنا. بصوا على الكافيه ديزاينز كيوت قوي. حتى بصوا بيبيع براميان علشان تقدروا تشتروها علشان الكامبينج وكده. وديت اللي بتعمل بابلز. انا هشوف بقى انا هطلب ايه. انا غالبا هختار مانجو لاتي اللي هي مانجا ومعها لبن. بصوا دي على شكل القلب كيوت قوي. هنجري بصوا في شجرة برقوق. ده بقى الريجل كامبينج بقى انتوا تبقوا قاعدين كده برا وبتاع. هنا اندور سيرفينج. واو. في طيارات قديمة محطوطة مش عارفة ايه لازمتها. بس دايما بيبقى في حاجات غريبة كده محطوطة للديكوريشن. بصوا اوه غالبا هو ده السويمنج بول. ده كان حلو قوي بجد. اللبن كان حلو قوي. دوت هو اساسا بيبقى موجود. انا كنت بقول كلام ملوش معنى فعشان كده وقفت ابتديت تاني. ده بيبقى اللي هو بيحطوا فيه الاول المشروب وبعد كده بيقفلوه بماشين كده عندهم. بس الموضوع جامد قوي. بصوا دي بس مش عارفه لو احنا ينفع نستخدمها ولا لا. بس المفروض احنا رايحين هناك عشان نركب المركب. اوه هاي. شكلها جامد قوي بجد. مش عارفه احنا هنركب بايه بس بس ده شكله جامد قوي. بس احنا رايحين الناحيه الثانيه للاسف. Is it? دول هما؟ اه I think. Yeah. احنا هنركب هنا. انا نزلت المياه واستحميت. I don't know. انا نزلت المياه واستحميت ومش معايا الحاجات اللي بغسل بيها شعري وشعري عمال يتخم 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 ومش عارفه هيروح فين. بس واحنا رايحين ناكل دلوقتي. المفروض ان احنا رايحين ناكل هنا. اوه دوست في الرمله.
بص المامزة واو احنا قعدنا كتير قوي ناكل بصوا And then you can tomorrow if there is an exam I have to study. That's the only depression I have. I had depression thinking about what I'm gonna eat next or something. I never had. Wow. When we come back, I will take a video. No, you remove this. It's so hot. Good thing this is not by a lot. Remember the marshmallows. Wow. Like cheese. 여기 진짜 돼지고기가 들어가나? 들어가. 무슨 얼음? 진짜 기다. 따라 알아서 그래 그러면. 와. Oh, are we gonna use this? This is. The sink water. Oh, okay. Is it toxic? Hanami Damian. This is a huge pot. المية تغلى تغلى تغلي. It boiled really fast, right? تغلي. She's just doing my green. Dan, I don't think that's done. It's done. Yeah, it is, I think. Wow. Wow. Oh my god, I'm so bad at this. But it's good. It's good. You think? This is a video. Oh my god. I should put this as an ASMR. انا صحيت بدري عشان اصور لكم الميه فبغض النظر عن شكلي هصور لكم الميه بدري الصبح هي الساعة دلوقتي 9 انا كان عندي امل ان انا اصحى افضل من كده شوية بس الصراحة ما قدرتش خالص عشان احنا نمنا متأخر امبارح بعد ما اكلنا الراميان قعدنا سهرانين شوية بس وكنا بنقدر نشوف النجوم بالليل فكنت مبسوطة قوي الشمس قوية قوي بس حاولت اصحى والله بدري اكتر من كده علشان نشوف الشمس بتاع وهي طالعة عشان غالبا الشروق من الناحية ديت بس ما قدرتش اصحى ان بصوا الشمس اهي غالبا ده كان مكان الشروق
غالبا امبارح من كتر الدخان اللي انا اتنفسته صوتي اتغير ومش قادره. سامعين صوت الطائر ده؟ بجد كيوت قوي، والميه شكلها حلوه قوي بجد. انا ممكن افضل واقفه كده ساعه، بس الدنيا حر، بس لسه في اللي هو بتاع الصبح ده، فانا يعني بحاول احافظ على هوا الصبح. ايه على صوتي بجد. انا كل ما اقرر امشي ارجع تاني بجد، مش عارفه امشي. الميه شكلها حلوه قوي. ده المكان اللي انا كنت نايمه فيه، تقدروا تشوفوا الميه شويه. وانا اهو تحت اهو. انا جهزت خلاص. الشين هيوحشني المكان. باي باي. شعري يا لهوي بجد عشان المية بتاعت امبارح ناشف قوي. بصوا بجد. احنا هنا في دقيقة لعب جزمة. حروف كوري. Jadi kita dikasih jam pasir untuk memastikan. Kenapa kita kelas? Udah naikun. Di kimchi jang. Udah kimchi bas fresh, مش اللي هو بيبقى قوي. أنا جبت جوب اللي هي بتبقى رز مع شوربة وهم بياكلوا نودلز. واو. بس عشان أكلت رامين امبارح فمش قادرة بصراحة أكل. ده تعبان البحر. We're done. خلصنا احنا ماشيين. Are you done? Yep. I'm done. I was gonna do the same thing. the air from the air is coming from the bottom. Yeah. لقيت Converse heels. أنا لسه مكتشفة المكان ده. جامد أوي. المحطة كبيرة قوي، فعاملين علامات علشان الناس تمشي عليها عشان تعرف توصل هي رايحة فين. بصوا الطائر ده بيضحكني قوي، بيقعد يقوم تحت المية ويطلع. شكله مضحك قوي مش عارفة ليه. مش عارفة هيطلع فين دلوقتي. هيطلع فين؟ غالبا هيطلع في نفس المكان اهو. بصوا شكله مضحك قوي، بيطلعش بجسمه كله، بيطلع براسه بس. بيرخموا على الطائر تقريبا. الواضح ان عشان الدنيا حر فكل الحيوانات طالعه. كل الطيور وكل حاجه. بصوا السما لبني شويه، دي من اوائل المرات اللي اشوفها لبني كده في سول. المحل اللي انا كنت وريتهولكوا دوت بيبيع حاجات اللي هي بقى بتبقى للاجانب اكتر، وبتقدروا تاخدوا التاكسس بتاعتكم بعد ما بترجعوا للمطار، اللي هي الضريبه المبيعات وكده. وفي خصم للاجانب فجامد يعني. زي ما انتم شايفين الاوضه لسه زي ما هي علشان انا مرتبتش اي حاجه. فالمفروض بقى ارتبها وانظمها شويه.
بس انا محتاجه اكل حاجه الاول علشان قعدت الف كتير في اللوت ده، ومحتاجه اغسل شعري بجد عشان شعري حالته صعبه قوي بسبب الكلور لو نزلت فيه ده. انا رايحه اجيب بقى حاجه كلها. انا ما عملتش اي حاجه، ما وضبتش اي حاجه من ساعه ما يعني من حوالي ساعه كده كنت نايمه على السرير بس، وصوتي لسه مش راضي يرجع تاني زي ما كان.